صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 25 لسنة 2024 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة الإعلام، وذلك بناء على عرض وزير الإعلام وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى يعين السيد يوسف محمد البن خليل وكيلا لوزارة الإعلام المادة الثانية يعين في وزارة الإعلام كل من السيد يونس سلمان حسن الغيص وكيلا مساعدا لشؤون الإذاعة والتلفزيون السيد عبد الرحمن خالد أحمد المدفع وكيلا مساعدا للشؤون الإخبارية والتنظيمية